السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين. في رسالة ميؤوس منها من داخل سجن سمارة، واللي بعد ما تخلوا عليه الناس الكل صرح انه هذه اخر رسالة منه، اقبل للحكم عليه نهار الثلاثاء الجاي. وجاء في الرسالة: واحد ولا ما عادش حارف روحه كيفاش يرقد ويقوم، حتى واحد فيكم ما عنده ام ولا ابو. انا اكبر غلطة عملتها اللي اني خليت امي تخرج للاعلام وتحاول ناس بلاش ضمير وقلوبها ماتت وتهبط دموعها للناس اللي ما تسواش. انا كان جيت عامل حاجة راني عمري ما حليت فمي، خاطر تربيت كي نغلط نتحمل مسؤوليتي. انهار ثلاثة الحكم والله نكتب فيها وانا عارف روحي 2000% ما غلطتش، اما الله غالب. كانت تشوفوا قديش من تونسي عفس فيا لنا ما تصدقوش، والله الرحمة ما عادش والرجلة يا حسر عليها. يا حسرة كي كانت تونسي غار على ولد بلاده على الفلوس يبيعك وزيد يعفس فيك. اخي بحاجة تنجم تصير انك تشوف الظلم بعينك والباب مسكر عليك. ربي وفني كرهتو، ابسط حاجة ورقة الدويت نحات وما وصلني شي للحبس. اي واحد عنده كلب مريض والله لا يجي هنو، اما فما ربي هو العالي الكبير والشافي. امي ولدك راجل وسيد الرجال، وكي تمشي في الشارع خلي راسك الفوق وبابا يعرف اللي الحبس للرجال. لا سمر ديما لباس. هذه اخر رسالة من سمارة للشعب التونسي الكل وكل الناس اللي تخلت عليه واللي قرر بعد ترجي المسؤولين باش ينقذوه انه يواجه مصيره لوحده. في اخر الفيديو ان شاء الله ربي ظهر الحق، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل جديد.